وإيقاع هذا الشوط الأول إلى اللي كان باتيه إلى حدود دقيقة 24. قلت طالت فترة جس النبض من الفريقين ولا فرصة تيلة 24-25 دقيقة أولى في المباراة. خطأ في عملية الرولانس والخروج بالكرة من جانب فريق الوداد، افتكاك وضغط كان من فوزي عبد الغني، إيماد لبدر كشاني يدخل منطقة الجزاء ويجبر المدافع الإيفواري إبراهيم كومارا على ارتكاب الخطأ والعرقلة. التنفيذ من جلال الداودي، جلال الداودي في انتظار إشارة سمير الكساس، يتقدم جلال الداودي والهدف الأول. الهدف الأول يختار زهير العروبي الذهاب إلى الساوية اليمنى، وجلال الداودي يضع الكرة تقريبا في وسط المرمى، يمنح الأسبقية لحسنية أكادير 1-0 في 25 دقيقة من هذا الشوط الأول. في وسط المرمى كرة جلال الداودي، 1-0 لحسنية أكادير. اختار الذهاب إلى الجهة اليمنى زهير العروبي، وجلال الداودي في وسط المرمى يمنح الأسبقية لفريق حسنية أكادير 1-0. تتغير إذن النتيجة مشاهدينا الكرام، وصاحب الهدف هو جلال الداودي من ضربة جزاء